طبعا عملت واحد عبد الحليم حافظ الجميل، الانسان الذكي الرقيق الجميل، تحبي كده تقعدي معاه. طب ما تحكي لنا قصه كده مع حبيبي. عينيا حبيبي عينيا حاضر. اول لقاء بيني وبينه قلتها كتير بس هقولها لان حلوه. كان هو بيعمل كياج وانا المساعد مكير جه خدني ونعمل كياج، مش عارفين مين الشاب ده النواب بتاع المكير مداري عليه. فقعدت عبد الحليم يعني كان شهر جدا بس في البدايه يعني 59 58 حاجه زي كده. فبيقول لي يا احمد انت بتحب، تعرف اول ما طلع عبد الحليم كان في مقارنه ده اي حد احنا مصر، تحب ده ولا ده؟ بابا ولا ماما؟ فبيقول لي يا احمد انت بتحب الاستاذ فريد الاطرش اكتر ولا عبد الحليم حافظ؟ انا قلت له لا انا بحب الاستاذ فريد. قال لي يعني بقى الواد تقيل وفاهم. ابص مين اللي جنبي ده؟ عبد الحليم حافظ. يا خبر ابيض. وطفل عنده 7 سنين يعني مشكله المشاكل بالنسبه له، وبعدين ولا حاجه ما اتشهرتش، وبعدين ده عبد الحليم ده البطل الاوحد في الفيلم طبعا يعني كمير. ممكن يشفط فيا يضربني اروح اعيط خلاص خلصت التمثيل وانا بموت فيه بحبه هوايه. فشفت طفل كان لابق، كنت لابق وذكي، وهم اللي علموني الذكاء ولا مؤقت. هو رد عليك قال لك ايه بقى؟ قال لي يا احمد يا حبيبي ليه بتحب الاستاذ فريد اكتر مني؟ طب طفل بقى يعمل ايه 8 سنين مش عارف يتكلم. طبعا لا بس الحمد لله انا كنت قبل كده عملت افلام مع مخرجين عباقره فابتدوا يقعدوا يعلموني بالتلقين يعني واخد بالك، فبقى عندي استدراج يعني اقدر اجاوب يعني. قلت له اصل الاستاذ بص انا مسكت اي حاجه كده، اصل الاستاذ فريد الاطرش بيغني ولحن لنفسه، انت بتغني بس كمان اي حاجه يا جبروتك يا جبت الفكره دي في بالي. قال لي يا احمد يا حبيبي انا بجيب مؤلف كويس وملحن كويس وانا بغني حلو يطلع العمل بالظبط. الجميل ان عبد الحليم يبرر لك. لا ما كنتش فاهم حاجه عمال اعمل له كده. فده اول لقاء بينا. لو انت جبته قولوا له تمثيليه قولوا له قصدي اغنيه قولوا له ده كان بعد الموقف ده، بص على عينين عبد الحليم حافظ اتجاهي حالا دلوقتي ناحيتي هتلاقي في منتهى الحب. ليه بقى؟ افتكرني صريح، افتكرني عارف ان عبد الحليم بقول كده قدامه. حتى لو جت تلفزيون كانت 58 او 59 لو جت تلفزيون كانوا بيقولوا له انت ليه تملي تطلع في فيلم معاك طفل وكده، انا مش شريحه انت عارف كان مثقف جدا شريح من شرائح المجتمع فلازم. قال له طب احلى طفل عندك مين؟ قال له احمد فرحات بن صريح. والله يا صلاح يعني انا حبيبي انا بموت فيه طبعا، واقف كتير بيننا وبينه طبعا